في فلسطين كما ليس في أي مكان في العالم ينكل بالمرأة الفلسطينية وتعتقل وتحرم من أبنائها دون ذنب وتقتل على حواجز الاحتلال وتمنع من الدخول للصلاة في الأقصى، والسبب وراء كل ذلك احتلال لا يفرق في منظوره العنصري بين حجر وبشر. لكن حملة كلنا مريم كانت السبيل لنصرة ودعم المرأة المقدسية التي تتعرض كل يوم لشتى أصناف التنكيل والمعاناة. هذه الحملة العالمية انطلقت بداية عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعدة لغات بهدف تسليط الضوء على معاناة النساء في مدينة القدس المحتلة والمساهمة في دعمهن والإسهام برفع الظلم الواقع عليهن، بفكرة انطلقت من جمعية القدس العالمية للثقافة المعروفة بأوكاد في تركيا، كون هذه الجمعية تؤمن أن السلام العالمي سوف ينطلق من القدس. لماذا مريم؟ مريم شخصية رمزية مستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم، وقد وقع الخيار على هذا الاسم تيمنا بالسيدة مريم والتي واجهت ألوانا شتى من الأذى في نفسها وولدها عيسى كما يقول القائمون على الحملة. والشواهد في القدس كثيرة حول ما يتعرض له المقدسيون والمرأة المقدسية، حيث أكثر من 800 مقدسي سلموا خلال الأسابيع الماضية اختارات بإخلاء مساكنهم لصالح جمعيات استيطانية يهودية، عدا عن انتهاكات عديدة تمارس بحقهم، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. أتضامن مع المرأة المقدسية في القدس في حملة كلنا مريم. أنا حزنانة على اللي بيصير في بنات القدس، وعشان هيك احنا بنتضامن مع المرأة المقدسية كلنا مريم. متضامنة مع المرأة المقدسية هاشتاغ كلنا مريم. Associazione Donne Palestinese in Italia sostiene Siamo tutti Maria. We are all Mary. حملة شاركت فيها مؤسسات من المجتمع المدني ومؤسسات سياسية رسمية وشخصيات سياسية، إضافة لمؤسسات عالمية، كما أن التوسع الجغرافي أعطاها قوة انتشار كبيرة. وتتضمن الفعاليات الختامية للحملة والتي ستبقى مستمرة حتى يوم 8 مارس الذي يصادف يوم المرأة العالمي مؤتمر عالمي عن معاناة المرأة المقدسية في منتصف نيسان، وسيتشكل حراك عالمي ممتد لفضح ممارسات الاحتلال ضد القدس والمرأة المقدسية. لفضائية نجاح لارا زهيد. هذه حكاية مريم المقدسية، ترفض التهويد وتتحمل كلفته الباهظة، كرامة للقدس لأمنا وأم النبي الأكرم، كرامة للتاريخ ووفاء لإنسانيتنا. فلنطلق صرختنا بصوت واحد، كلنا مريم.